فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. الحمد لله وكفى وسلم على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، معنا حديث فيه قاعدة مهمة جدا، وهذا الحديث من أعظم الأحاديث أثرا. قال المصنف الإمام البخاري، وانظر هنا البخاري يشير إلى أيضا عدم وجود التخصيص، عليكم السلام وبركاته، أو عدم وجوب التخصيص. قلنا هناك أسئلة نريد نسألها لك أيها النهر الدافئ. قال البخاري رحمه الله تعالى: هل يخص الأيام من شيء من شيئا؟ حفظكم ربي. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد بن مسرهد من الثقات الأزبات رواه الجماعة، قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان وهو من أساطير المحدثين رضي الله عنك يا دكتور، أسأل الله أن يحفظك أستاذ عبد الوهاب. حدثنا سفيان، وسفيان هنا الثوري أمير المؤمنين في الحديث، عن منصور بن المعتمر من الثقات الأزبات رواه الجماعة، عن إبراهيم والنخعي من الثقات الأزبات رضي الله عنك يا سعة المستشار، رضي الله عنك وحفظك ربي ونفع الله بك، نسأل الله أن يؤيد بك الحق، اللهم أمين. الله يرضى عنك وعنها يا دكتور، أحسن الله عليك. أم خضر، نريد أن نطمئن على حضرتك، رضي الله عنك، طمئنينا بالله عليك. طيب، عن إبراهيم بن يزيد النخعي من الفقهاء الرفعاء، رضي الله عنك أستاذ أيها الكريم الفاضل أستاذ حسان. هذه تحتاج إلى تقنية، هم قالوا لي الكاميرا هذه كاميرا عظيمة جدا، ما أدري إيش الكاميرا هذه، يعني أحسنوا إلينا بها، فالله المستعان، لعل الله يرزقنا مثلها ونستطيع أن نصور بها. رضي الله عنكم، الله يجزيكم عنا كل خير. عن علقمة بن الأسود من الثقات الأثبات أهل الكوفة هؤلاء الرفعاء، قال قلت لعائشة رضي الله عنها، الحمد لله، المهم نطمئن، كنا على قلق جدا نريد أن نطمئن، فالحمد لله، جزاكم الله خير، فيكم بارك. طيب، عن علقمة قلت لعائشة: بالله تدعو لي يا شيخ ناصر، بالله تدعو لي، رضي الله عنك حفظك ربي. نعم، قال قلت لعائشة رضي الله عنها وأرضاها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟ نعم، رضي الله عنك أستاذ أحمد، يعني رضي الله عنك، فتح عليك، أرجو أن تكون الوالدة بأحسن صحة الآن، نسأل الله أن يقر عينك بشفائها وتعجيل شفائها وتكون على أفضل حال، اللهم أمين. قال علقمة: قلت لعائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟ يعني يختص من الأيام شيئا ليتعبد به لله؟ هذه قاعدة من الأهمية، كان عندي هذا الحديث، حديث من أعظم الأحاديث أثرا في التقعيد العام، وهو تأسيس الباب السني ودفع الباب البدعي، الحديث هذا أعظم ما يكون. لذلك قال: هل كان رسول الله، قيل لها: هل كان رسول الله يختص من الأيام شيئا؟ قالت: لا. نفت، قالت: لا، وأنت ترى الناس يجتمعون جميعا يوم الثلاثاء للدعاء على فلان، ويجتمعون يوم الأربعاء للدعاء لفلان، ويجتمعون يوم الخميس من أجل نصرة كذا، وكل ذلك فيه ما فيه من المخالفة للشرع. ولذلك نحن نقول: فرق واسع وبون شاسع بين الموافقة والقصد، فرق بين الاجتماع موافقة
والقصد كما سيأتي. رضي الله عنك أستاذي الكريم، حفظك ربي. حفظك ربي سديش. فقيل لها: كان رسول الله يختص من الأيام شيئا؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، كان عمله ديمة. هو هيموت هذا الرجل، نحن أتينا له بفقر دم، سيموت كمدا. الأشعرة فيهم ما فيه من الانحراف عن العقيدة الصحيحة، فلذلك هو سيموت، سيموت، ما يستطيع يتقبل، سيموت. الحمد لله، الحمد لله أن جررناه ليخرج ما يخفي. هم يبعثونه، مجموعته يبعثونه، ويجلس ويصبر ويريد يتلقف أي خطأ أو عثرة يمسك بها، لكن سبحان الله رد الله خاسئا حسيرا. هو عامة المسألة سهلة، لا سيموتون كمدا، ويبقى الحق وراية السنة مرفوعة إلى السماء. إذن قال علقمة: قلت لعائشة رضي الله عنها وارضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟ قالت: لا، كان عمله ديمة. وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟ معناه هنا الآن هذه مسألة عظيمة جدا، فيها مسألتان فقهيتان من أعظم المسائل. المسألة الأولى: تخصيص وقت للعبادة، تخصيص وقت للعبادة، يعني يجعل يوما أو يجعل ليلة يجتمعون. الله أكبر، الله أكبر. نعم، والأئمة الأربعة، لما لا؟ الأئمة الأربعة، والإمام أبو حنيفة مستقيم في باب الأسماء والصفات أيضا، ما شاء الله، ما شاء الله، ربنا يجعلنا نسير على درب هؤلاء. المسألة الأولى هي مسألة عظيمة جدا، مسألة التخصيص للعبادة. الله أكبر، أنت الزمن الجميل يا شيخ ناصر، الله يعلمنا إياك وإياه، ويجعلنا ممن يسعى إلى رضوان الله جل في علاه. اللهم آمين. أي نعم، هذا صحيح، لكن هو مستقيم في باب الأسماء والصفات، مستقيم في باب الأسماء والصفات. فالتخصيص لعبادة هذه، شوف هذه القاعدة المهمة في هذا الباب، التخصيص لعبادة في وقت يقارب التشريع، والتشريع لا يكون إلا ربنا الجليل. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فتخصيص ليلة الثلاثاء بالقيام، وتخصيص يوم كذا بالصيام، فهذا التخصيص يقارب التشريع، والتشريع لا يجب إلا لربنا الجليل سبحانه جل في علاه، وهو الذي قال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال الله تعالى: وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا يجوز بحال من الأحوال الاجتماع على طاعة أو تخصيص يوم أو تخصيص ليلة أو تخصيص ساعة لطاعة معينة. فنقول هذا التخصيص تشريع. أبا مالك سأجيبك إن شاء الله بعد الدرس، هذا التخصيص تشريع، هذا التخصيص تشريع، فلا يجوز بحال من الأحوال، هذا التخصيص تشريع ولا يجوز بحال من الأحوال، لأنه سيقع في البدعة. أول شيء هو مخالف للسنة، ومخالفة السنة الاستمرار عليها ينقلها إلى البدعة، مخالفة السنة الاستمرار عليها ينقلها إلى البدعة. نعم، ولذلك قلنا إذا جاءت العبادة موافقة باجتماع موافقة فإنها تكون على البر ولا شيء فيها. قام ابن عباس فوضع الوضوء للنبي، فقام النبي يصلي، قال: لا أفعلن مثل ما فعل النبي. فتوضأ ثم قام على شمال النبي صلى الله عليه وسلم، فأنقله إلى يمينه وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. كانت هذه موافقة. جاء حذيفة بن اليمان وارد النبي يصلي، فصلى بجانب النبي صلى الله عليه وسلم حتى قرأ النبي صلى الله عليه وسلم
بأبي هو أمي قرأ البقرة ثم النساء ثم سورة النساء ثم آل عمران. وأيضا قام رضي الله عنك كريم، أنا أريدك ضروري غدا إن شاء الله. ثم قام ابن مسعود وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في الأمر ما فيه أيضا من التطويل. قال أمرت يعني كنت نعم قال قد هممت بأمر سوء. قال ما هممت؟ قال هممت أن أجلس وأترك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لقد هممت أمر سوء. ثم قال ما قال؟ فإذا هنا فترى في هذا الباب التخصيص، التخصيص وإن كان كما قلنا تشريع، لكن الموافقة جاء الشرع بإقرارها. نعم. ولما جاء عتبان بن مالك وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أن تأتنا صلى الله عليه وسلم عليكم السلام أن تأتنا يا رسول الله في مكان أتخذه يعني مصلى، جزاكم الله خيرا جميعا أحسن الله عليكم، أتخذه مصلى. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال صنع لك حزيرا أو طعاما، فقال النبي أين تريد أن أصلي؟ فقال هنا، فاجتمع الناس جميعا. هذا وفاقا ليس قصدا، هذا وفاقا الاجتماع يعني الاجتماع، لكن هو النبي جاء ليصلي، لكن الاجتماع عليه والصلاة معه جاء وفاقا، ما جاء لدعوة أو لقصد. نسأل الله أن ييسر لأختك ويسر لك ويسر لجميع نساء المسلمين. فإذا هنا سألت عائشة أكان النبي يختص من أهم شيئا؟ قالت لا، كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يديم. المسألة الثانية والمسألة العظيمة جدا يعني فيها هذا الباب، أنا أجيب بعد الدرس إن شاء الله، هي مسألة الاستدامة على الطاعة. والاستدامة على الطاعة هي أحب إلى الله جل في علاه. قد يدخل الإنسان بقوة إلى 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 عبادة في همة، ثم بعد ذلك تراه ما يستطيع أن يكمل، يتم يعني يصاب بالكسل والفطور وتراه يتراجع ثم يترك العبادة كلها. طبعا هذا مذموم ليس ممدوحا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الرمي، من تعلم الرمي ثم تركه ليس منا، من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا. هذه مسألة عظيمة جدا في هذا الباب، بأن الإنسان لابد أن ينظر كيف كان مع الله جل في علاه، حتى لا يتقاعس، حتى لا يتراجع، حتى لا يكون الكسل، حتى لا يكون باللسان حاله متزاهدا في عبادة الله جل في علاه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، إن الله لا يمل حتى تملوا، إن الله لا يمل حتى تملوا. ولذلك قال سددوا وقاربوا ولن تحصوا. وقد قال، والحديث إن كان فيه ضعف، قال إن المنبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، إن المنبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ولذلك لما فاتته سنة الظهر قضاها بعد العصر، وكان يلوم عبد الله بن عمرو بن العاص يقول يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل ثم ترك. وفيكم بارك أحسن الله عليكم. قال كان يقوم من الليل ثم ترك. ولذلك التارك كأنه متزهد، والمرء لابد أن يظهر الهمة الراقية السامية في المسارعة في الخيرات لرب الأرض والسماوات، لا سيما أن الله جل وعلا يعني أمر بذلك وقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فلا بد من المصارعة والمنافسة في كل الخيرات، فإن الله جل في علاه سنشرحه يا نبيل إن شاء الله سنشرحه. فإن الله يحب من العبد أن يكون مستديما على الطاعة. نعم أنت لك فراسة يا شيخ ناصر، فراسة عظيمة. نعم كم كنت أحب منه ذلك، وهو دائما كان يعني دافعا لي في الخير. فضيلة الشيخ وهو رجل صاحب سنة، صاحب السنة مرفوع الهامة دائما، شامخا عزيزا رضي الله عنكم أجمعين. نسأل الله جل في علاه أن يثبت الخير فينا وفيكم. عامة أنا قلت نحن ستبقى الحرب ساخنة بيننا وبين أهل البدعة والضلالة، هؤلاء جهلة
جهلة جهلة، ويسمون أهل السنة بالجهل، مشكلة كبيرة. رمتني بدائها وانسلت، حفظكم ربي جميعا. إذن المسألة الثانية مسألة الاستدامة على الطاعة، كان عمله ديمة، والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم واجب في ذلك الباب. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على الحق، وأن يجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم. الفوائد المستنبطة: الرجوع إلى العلماء. قال: سألت عائشة تخصيص وقت أو تخصيص حال بالطاعة دون دليل شرعي بدعة مستشيرة، بدعة مهلكة، بدعة مميتة. ما أهل السنة طول عمرهم هكذا، طول عمرهم هكذا، والتمكين كله لأهل البدع. لكن ورب العزة لن تجدوا خيرا إلا بالعض بالنواجذ على السنة ونشرها بين الناس. وأيضا أن تكونوا من أسرع الناس ذبا عن علمائنا ومشايخنا الأفاضل، وأعظم الناس وقوفا معهم لرفع راية الإسلام. نعم، حفظكم ربي. عليكم السلام وبركاته. اللهم أمين. اللهم انصر أهل السنة والجماعة يا رب العالمين، فإنهم خير الناس، وإن نعلم أنهم إلى قل، لكن هم الطائفة المنصورة، هم الفرقة الناجية. لا تزال طائفة على لا تزال طائفة على الحق من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم لا 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 يضرهم من خذلهم ولا من خذل ولا من خالفهم. لا، هذا درس، لو أتي الإجابة إن شاء الله بعد الدرس. الفائدة الثانية كما قلنا فضل الاستدامة على الطاعة. الفائدة الثالثة نقول الفائدة الثانية التخصيص في التوقيت أو في الحالة أو في الهيئة دون دليل تشريع، والتشريع خاص برب العالمين. فضل نومة العبادة. البس ليس ضعيف، يعني اغلق وافتح مرة ثانية لو في أي سؤال تفضلوا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.